الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوان الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. صلوا على رسول الله. معكم جمال إخوان الكرام في عقل جديد، أهلا وسهلا بالجميع. إخواني أخواتي، قبل ما تشوف الفيديو تلخر اشتراك على القناة، تفعيل الجرس تشجيعا لنا ولكم جزيل الشكر. إخواني، إحنا كنتواجدوا بمدينة سمارة، حي العبادي، مرس الخير، قريبة مسجد الهدى. غادي نصوروا لكم واحد الفيلا اللي المساحة ديالها 154 متر، 154 متر. غتبعوا معنا الفيديو من البداية حتى النهاية، باش على الأقل تكونوا خديتوا واحد الفكرة ديال 90%، 10% كتبقى أسرار اللي بغاها عبر الهاتف. إخواني الكرام، لأن ما يمكنش نعطيو عقار الناس جميع المعلومات، لأن البيوت أسرار، وحنا كنكون محتفظين بهذه الأمور، يعني كما بيوتنا كما ديورنا، كما كنحافظوا على أسرار الناس وبيوت الناس. كنعطيو واحد الفكرة ديال 80% ولا 90%، البقية إخواني الكرام يتصل وغادي نزودوه بجميع المعلومات ويدير الزيارة ديالو نعيد المكان. أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام. على بركة الله إخواني الكرام، كاين فيلا هي هذه كما كتشوفوا، كما قلنا المساحه ديالها 154 متر دو نيفو. حي العبادي قرب مسجد الهدى تمارا، فيلا المساحه ديالها 154. كيبان ليا الزنقة ديال الفيلات، الهدوء التام إخواني الكرام، يعني لا سار يسير ولا طير يطير. الحمد لله الحي نقي بزاف، بسم الله على بركة الله. هذه الواجهة الأمامية إخواني الكرام ديال الفيلا. هنا غادي نشوفوا الدخلة الرئيسية، بسم الله على بركة الله. هنا غنشوفوا دابا حاليا إخوان الكرام السفلي ديال الفيلا، هذه هي الدخلة. كاين صالون كبير مفتوح كما كتلاحظوا، أعزائي الكرام حنا غادي نبين لكم داكشي كما هو، كأنكم جيتو درتو زيارة نعيل المكان. يعني كما كنقول دائما البيوت أسرار، حنا كنبينو واحد تقريبا واحد 80%، كتبقى واحد 20% أو 10%، يمكن الإنسان اللي هو مهتم بالموضوع طبعا خصو يدير الزيارة ديالو نعيل المكان ويناقش الثمن ديالو مع صاحب العقار. حنا ما كنديرو مونتاج، ما كنديرو زواق، ما غنفذو الأنظار الناس، داكشي كنصوروه كما هو، كنحطوه كما هو. إخواني الكرام، كما قلنا حي العبادي قرب مسجد الهدى تمارا، فيلا دو نيفو جوج مستويات، المساحة ديالها إخواني الكرام 154 متر. كما قلنا إخواني الكرام، هذه هي الدخلة ديالها. حنا دابا صالون مفتوح، غادي نشوف لكم الكوزينة، بسم الله على بركة الله. وغناخدو هاد الاتجاه اللي هي مفتوحة كاملة، تبعوا معايا إخواني الكرام حتى الاخر باش تعرفوا الثمن ديالها. غادي نقولوا الثمن ديالها في الاخر ان شاء الله مع صاحب العقار، وغادي تسمعوا الثمن، واللي هو مهتم بالموضوع طبعا راه غادي يجي يناقش الثمن ديالو. الفيلا محفظه، هذه كوزينه اعزائي الكرام كما كتلاحظوا، مدينه تمارا، حي العبادي قرب مسجد الهدى، حي فيلات، المساحة ديالها 154 متر. هذا لاكور ديالها هنايا، بقات وحمام.
ده اخواني الكرام اللي صورنا لكم دابا حاليا هو السفلي ديال الفيلا. كما كتشوفوا الزلكان كاين حمام هنايا ودوش حتى هو كاين واحد على الكوزينه وواحد على الصاله. بسم الله على بركة الله حنا غادي نشوفوا برومين ايطاج اخواني الكرام. دابا غادي نشوفوا برومين ايطاج ديال برومين ايطاج ديال الفيلا. بسم الله على بركة الله. هنا الطبق الاول كما كتشوفوا اخواني الكرام كاين هاد الصالة هنايا، كاين الشراجم ديالها كيشوفو، الزنقة، الشمس، كاين صالة صالون بلدي وصالون رومي، فيلا مقبصة كاملة كما كتشوفو أعزائي الكرام. هذا الطبق الاول كاين حمام هنا، وكاين حمام بانيو كما كتشوفوا اعزائي اخواني. كما قلنا تمارا حي العبادي، وكاين بيت كبير حتى هو هنا، كاين شويه خص الصباغه كما كتشوفوا اخواني الكرام باش ما تقولش كنبين لكم على الزوين، راه حتى الخايب خصو يبان. المحل هذا خصو الصباغه ديالو او القبص، وكاين صاله كما كتلاحظوها هذه دوزيام بريمير ايطاج عفوا ديال الفيلا، وكاين بيت حتى هو هنايا واحد اخر حتى هو مزيان من القبص ديالو، لان بيت واحد اللي خصو الصباغه يتعود الصباغه ديالو، وعندو لاكور ديالو. حنا غادي نشوفو الا بغيت تحل لينا هادشي. هذا هنا احتراماتي مسدود، الحديد مسدود لان الفيلا متكوناش. هنا بيت بيت يعني فوق كاين ثلاثة ديال البيوت، الهاتف اخواني الكرام يعني تحفة كما كتشوفوا. رحم الله شحال من عام هنايا مكتوب عليه ما قفلت والو يا خوتي، اسمحوا لي على 1989، لا قبل 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 ما فهمت والو، اسمحوا لي اعتذر. فهم على قد الحال. هنا كما كتلاحظوا اخواني الكرام كما قلنا غادي نشوف لكم دابا السطح الفوق. هذا
السطح ديال الفيلا كما كتشوفوا زنقة هادئة ما شاء الله. يعني السطح خصو حتى هو كيبان ليا خصو جليج ولا خصو يتصلح، المهم عندو جليج ديالو الأحمر كما كتلاحظو. هادشي اللي طلع إخوان الكرام، نتمنى الله سبحانه وتعالى توفيق الجميع. غادي نشوف لكم دابا حاليا ثمن قصي الصبغة، لأن إخوان الكرام مصبوغاش ما نسميهاش. إخوان الكرام وصلنا للثمن، الثمن 195 مليون قابلة للتفاوض في إطار الاحترام والقانون مع صاحب العقار. 195 مليون قابلة للتفاوض مع صاحب العقار. التفاوض كاينه شي حاجه قليله ماشي بزاف، يعني في نسبه يعني بنسبه قليله. على كل حال الاخوان الكرام، نتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا تبعتوا معنا هذا الفيديو حتى الاخر، واللي مهتم بالموضوع رقم الهاتف غتلقاه مكتوب على الوصف، قابل للتفاوض كما قلنا دائما مع صاحب العقار. طبتم اينما كنتم، غفر الله لنا ولكم، الى عقار اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.